شوف، هو غير انه فعلا انا فان ديالو كبيره بزاف، ودائما متابعه في رضات الوالده، ودائما الوالده متابعاه كاع لا فامي متابعينه. تبارك الله عليه عبد الاله اللي هو كريم اشهون دخل جميع القلوب المغاربه ودخل كلمه كنبغيك هذه صافي السينياتور ديالو دخل جميع القلوب المغاربه كبير وصغير كاع البيوس دخل ليهم ما شاء الله. وانا كنفتخر بكل انسان طمح وكيجتهد، وكريم كيستحق كلمة فنان، كيستحق كلمة ممثل عن جدارة. حتى انا كنفتخر بك بزاف، ربي يخليك والله، فنانة عن جدارة وبنت عائلة فنية، وصوتك عريق والله، عندك صوت مميز، ولكن بالي ما عندكش مع كريم الوراق. لا لا والله الا عندي مع كريم. اشهبون كيبقى فيا مسكين اكثر من الوراق. كريم اشهبون انا نتكلم على الشخصية شوية، عانى مسكين. والناس اللي كتعاني انا كتبقى فيا بزاف بزاف، وهذيك الشخصيه من الناس اللي تعاطفت معاها اكثر من كريم الوراق. كريم الوراق كانت واحد الشخصيه اللي ذكيه وفي نفس الوقت فهمتيني شنو بغيت نقصد، ولكن كريم اشهبون كان واحد السيد ظريف اللي بغى وليداتو بغى والو كاع بغى يعيش مرتاح. ولكن تبارك الله عليه كان عنده واحد جوج ديال الادوار اللي تقنهم بزاف بزاف بزاف، ولهذا لهذا الشيء انا كنت من المعجبين ديالو، لانه لمست فيه واحد الانسان اللي مجتهد جدا وواعر بزاف. ما شرف لي هذه الهضره وحق الله. شرف لي. كنعتز بها بزاف، كنفتخر، لان اصلا انا كنحيي فيها التواضع ديالها، لان الانسان المتواضع ديما كيكون انسان كبير. هذا اولا. دنيا فاطمه صيفطت لي ميساج وقالت لي انت ممثل واعر، وكنتفرج فيك ومتبعينك، الوالده والدار حنا كاملين، انت واعر 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 بحال هكا. فرحت بزاف، فرحت بزاف بالميساج ديالها، لانه جا من عند فنانه اولا. بنت درب. ولكن فنانه ديال بصح. واكثر حاجه كتفرح الفنان هو انه يكون فنان اخر اللي عنده وزن ديالو. وجميل اننا نشوف الفنانه كيدعموا بعضياتهم، ما يكونش ديالها. هادشي اللي بغيت نقول. كتشوف فنان كيشجع فنان. كل واحد شوف علاش ربي موفق عبد الاله، انسان لانه ما كيحسدش، انسان باغي يشق طريقه، ما كيشوفش ما كيشوفش على اليمين وعلى اليسار، صافي كيشوف راسه هو باغي. ومزيان انه كيقول لك الانسان اللي ما كيحسدش دائما كيكون كبير وربي كيعطيه. وعبد الاله من الناس اللي ما شاء الله عليهم كيشوف غير المستقبل ديالو، انه يكون فنان ونجم كيعطي للمغاربه دائما. جينا انا وياه دابا في الكواليس، وقال لي الحوايج اللي قال لي وعجبتني بزاف. قال لي هذيك السنين كنحلم ديالي ندير كليب مع نبيلة. وانا اللي حلم ديالي كنت نشوفه والله العظيم. شوف انا ما تنكذبش وما تنجاملش، وعارفيني الناس ما كنافقش لدرجه كبيره. يا ناري. مي عبد الاله والله العظيم من الناس اللي عزاز عليا بزاف، والناس اللي مهما غادي نتكلم يعجز اللسان على وصف هذا الانسان. حتى انا ملي شفت فرضات الوالده كان الحلم ديالي اني نشوف ونهضر معاه وناخذ دي فوتو. هذا جا دابا الوقت انه نصور. بيان سور كنهضر لك على التواضع. دابا كنت كنهضر لك على التواضع. لا والله كنقول صراحه التواضع ودائما كنقولها. قبيله قالت لي ليلى الا بغيتي يمثل معاك، قلت لها ما يمثلش معايا، لانه هو اصلا ممثل، راه انا اللي غنكون تلميذته ونمثل معاه. فانا احترم الناس، كل واحد عنده المهنه ديالو، كل واحد متخصص في حاجه ديالو. وما شاء الله عبد الاله ابداع، وان شاء الله يكون شي كليب نايضه خلوه. انا عرفتي شنو؟ عرفتي هذه الهضره اللي قال دابا دنيا فاطمه، يعني جات بلا مواعيد بلا والو. ما اول مره نتلاقاو مباشره انا وياها، ماشي صحاب كنعرفوا بعضياتنا، ولا غادي متفقين باش تهز بيا قدام الناس ولا قدام الاعلام. هادشي كيخرج من القلب كامل، وحتى انا اي حاجه كنقولها من القلب. شي بحال هاد الشهاده وبحال هاد الهضره تخليني واحد مليار ديال الانتقادات السلبيه وديال السم وديال الحسد كلها ننساها في لحظه والله. لا شوف انا بالنسبه للسم والحسد وهذا هذاك بحال درت انا حجاب على عيني باش نكمل. راه الا بقينا متابعين هذوك الناس راه ما عندهم ما يدارو كيهضروا. هذا اللي هضر ما يمكنش، حيت انت كتهضر عليا وانت ما عارفنيش. انا واحد السيده خدامه على راسي. ما ولا الانسان كيعطي واحد الحكم قيمه على شي واحد بلا ما كيتلقى معاه، هذه هي المشكله. الانسان كيحكم من بعيد. انت ما تلقيتي مع هذا الانسان، ما بركتي معاه، ما حتى شي حاجه. وبزاف الناس
قسما بالله بزاف ديال البنات كنتلاقى معاهم كيقول لي سمحي لي حيت واحد النهار عيرتك في كومونتير. دونك هذا صافي بليزير انهم كتجي وكتقول لك كتعترف بالخطا ديالها وملي كتلاقى معك فاس كتقول لك انا ماشي انت بحال كيما كيقولوا عليك. دونك عمر الانسان ما يحكم على الشخص، باغي غير يخدم، باغي يشوف حياته ومستقبله، وما كاينش علاش تبقى حنا 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 عندنا في المغرب واحد الحاجه خايبه، كنبغيو نهرسوا اي انسان طموح وباغي ينجح. يكفينا فخر ان الوطن العربي كامل كيعرف شنو هي دنيا باطمه وكيعرف قيمة ديالها. هذا ما كان. دونك انسان كيخدم على راسه، بغى يهضر الواحد يهضر، يقول لي بغى الهضره عمرها كون كانت بالفلوس كلشي غيسكت، ولكن نحس بفابور راه بنادم غيبقى يهضر. انت كاع ما دير حتى شي حاجه، خدم على راسك، عندك مرتك الله يخليها لك ناري غادي نبقى. لا عندي لك واحد السكوب زوين انا سمعت بعيد على شويه. الى رشيد تبارك الله هذا الاجتهاد اللي بينوا هذه السنوات تقريبا شي 4 5 سنين. 5 سنين توج بواحد ما سميوش عمل، ولكن اونتخاز يعني راه كيناقش واحد العرض جاه من الهند. صافا ناري. لا والله تسير عرفتي علاش؟ كتشبه اليوم عندك الشخصيه ديالهم، عندك السموريه ديالهم، فهمتي؟ كنعرف الهنديه اصلا زندقي. لا حيت ممتع الوعر خاصو. شوف عبد الاله من الناس اللي خاصهم الصافي العالميه، فهمتي؟ ان شاء الله العالميه ان شاء الله، لانه مجتهد. قلت لك لكل مجتهدين نصيب، هو خاصو النصيب ديالو. هو كاين اقتراح، ما باقي حتى حاجه متاكده الان، ولكن كاين اقتراح، يعني كاين اقتراح ديال واحد العمل سينمائي هندي. انا كنتواصل معهم باش نشوفوا شنو واش يكون العمل ولا ما يكونش. نتمنوا يكون ان شاء الله. غالبا غيكون بالانجليزيه. غالبا ان شاء الله. وايضا سمعنا بان هندي كتوجد عمل كبير ان شاء الله خصوصا للعرش. كاين واحد العمل ان شاء الله العيد العرش ان شاء الله. فان شاء الله ان شاء الله كنتمنى انه ينزل وينال استحسان الشعب المغربي والجمهور المغربي والناس ديال الصحراء وسيدنا الله ينصرو ان شاء الله. فان شاء الله ينزل وتشوفوا حصري ان شاء الله. واليوم كنبغي نقول واحد الحاجه، انه سعيده وفخوره انني غادي نتكرم الى جانب عبد الاله بمهرجان ار دو كافتان، وهذا شرف كبير ليا، وكنبغي نقول ليه دائما الله يوفقك يا ربي. الله يحفظك. شرف ليا حتى انا والله. الله يوفقك، الله يكون معك يا ربي من المستقبل كاع الاعمال ديالك. امين امين يا ربي. الله يحفظك. امين. واخا نخلي لكم اخر كلمه للجمهور. وعبد الاله اش غنقولوا للجمهور؟ غنقول لهم شكرا. الناس اللي كيساندوا عبد الاله وكيساندوا دنيا باطمه كنقول لهم شكرا بزاف بزاف. دائما نبغيو نكبروا براسنا، نكبروا بولاد بلادنا دائما، والله يوفق الجميع. أمين. وتبارك الله عليك عبد الاله، وان شاء الله دائما قلوب المغاربه نكونوا دخلنا لهم بسلاسه ان شاء الله. نشوفوا النموذج يكون سارع لجميع الفنانين المشاعر دنيا ورشيد ان شاء الله. اكيد كامل ان شاء الله. اكيد وكاينين كاينين فنانه بزاف عندنا في المغرب زوينين على ذكر هذه المساله. هذه كاينين بزاف الفنانه من بدايه المشوار ديالي، وانا كنتلاقى مع بزاف الناس اللي كيدعموني اللي سبقوني في المجال الفني، ولحد الان يعني الدعم المعنوي وفين ما كندير شي نجاح قد ما كان كنلقى يعني كنلقى الناس كيوقفوا معايا كيقولوا لي هضره زوينه باش نكمل اكثر. ما نساوش يعني بصح والله بحال هذا الشيء اللي كدير دنيا دابا مثلا. ربي يخليك. شكرا لكم ان شاء الله. امين امين. شكرا لكم.